فيلم احكي يا شهرزاد اتعرض عليكي دور ايه فيه؟ انت عرفتي ازاي؟ فيلم احكي يا شهرزاد، فيلم نجح جدا وكسر الدنيا وكان علامة كبيرة في السينما، اتعرض عليكي ورفضتيه، اتعرض عليكي دور ايه في الفيلم؟ احكي يا شهرزاد اللي هو بتاع منى زكي صح؟ احكي يا شهرزاد بتاع منى زكي. كان الدور المحامية اللي كانت قصاد استاذ محمود حميدة. محمود حميدة. وكان في مشهد على السرير، واللي رشحني كان استاذ وحيد حمد يعني الله يرحمه، وانا كنت بحبه موت، ورحت قابلته في الاوتيل اللي هو كان دايما معتاد ان هو يقعد فيه، واتكلمنا وقال لي انا شايفك نجمه وعايزك في كذا وكذا وكذا، واداني السكريبت وبعدين رجعت قريت ورجعت تاني ليه، فقلت له مش هقدر اعمله. قال لي ليه؟ قلت له عشان في مشهد على السرير. قال لي انت بتهزري، انت بترفضي فيلم لوحيد حامد وانا مؤمن بيكي وشايفك نجمه؟ قلت له انا اسفه جدا، انا مش عايزه ارفض، بس حياتك شلت المشهد ده انا همثل. فقال لا، مش انت اللي هتقولي لي اشيل ايه وما اشيلش ايه. فكان الاختيار عندي صراحه تو بي اونست. لا اوسه ما اتدخلش خالص، انا عارفه ان هو كان حق، عارفه ان هو مش يعني كان ممكن يقبل. لا لو كنت انت صممتي لا لا كان ممكن هو يقبل. لا كان هتبقى في مشكله. ليه؟ لانه وقتها كمان كنا احنا اول ما جوزنا كان في حرب كبيره جدا جدا، وكان جمهور الزمالك بيشتم، وكان وانت متجوز ممثله ودي مش عارف ايه وايه، فاوريدي كان اللود عليه عالي. فانا ما كنتش حابه برضو ان انا اعمل له مشكله. لو كنت قبلتك هتبقى مشكله جامده جدا 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 جدا. ايه المشكله اللي كانت هتحصل؟ لا كان هيتشتم اكتر، كان هيبقى هيتاذي اكتر. لا كان هيحصل، ممكن قوي كان يحصل له في الكارير مشاكل، جمهور الكوره برضو يبقى انت مش سهل. يبقى انت اتاثرتي، ما اكيد كنت كل حاجه بتحسبيها. ما خلي بالك ممثلات كتير كانوا في بدايه حياتهم ممكن شويه، انا ما بقولش ان المشاهد تبقى اوفر ولا اي حاجه من الحاجات دي، بس ممكن تقبل مثلا حتى بدور جريء، حتى لو هي مش يعني فيش مشهد صريح بعينه، بس ممكن الدور شخصيا يبقى جريء، ان هي شخصيه جريئه. فممكن تكون انت رفضتي حاجات كتير عشان ما تحطيهوش هو في موقف مش هيعرف يعالجه بعد كده مع الجماهير. والله ده جزء، بس المين كان عندي انا، يعني انا في قبلها برضو تجربه مهمه جدا رفضتها، ودي كانت بالنسبه لي يعني قاتله، قعدت اسبوع في البيت اعيط، بس لان فعلا انا مش عارف اعملها ومع حد كبير ومهم مهم مهم.